اهلا ومرحبا بيكم في الفيديو ده. هنتكلم عن اهم المواقع الخاصه بتحميل 3D موديلنج. قبل ما نتكلم عن المواقع تعالى نشوف المشكله اللي حصلت مع باشمهندس احمد. باشمهندس احمد فتح السوليد ووركس، دخل على اللايبراري، من اللايبراري دخل على التول بوكس، بعد كده قال لك ايه انا اخش على الانسيمتريك، الستاندرد الانسيمتريك، بعد كده دخل على البيرنج والبول بيرنج، ملاش غير الاربع او ست انواع اللي احنا شايفينهم دول. ايه ده النوع بتاعي اللي انا بشتغل عليه في الكلية او اللي انا بدور عليه في المكتب بتاعي؟ مش هو ده، مش ولا نوع من الانواع ديت. ايه ده السوليد ووركس ناقص؟ ازاي بقى يعني اكمل الموضوع دوت؟ خليك معايا ونعرف الحل. اول موقع هنتكلم عنه يعتبر يعني موقع تحفة جدا ومن اقوى المواقع في تحميل 3D موديلنج الخاصة بالستاندر بارت. يعني لو بتدور على اي ستاندر بارت هتلاقيه موجود في الموقع ده اكيد، يعني باذن الله. تعال نخش على الموقع ونستكشف الموقع على طول. احنا دخلنا على الموقع اهو، ويعني من غير ما تعمل لوجن، يعني مش لازم تسجل عادي. الموقع بتاعنا اسمه MC Master. MC Master من مواقع قوي جدا اللي هتلاقي فيها اي ستاندر بتدور عليه. يعني مثلا لو انا بدور على البيرنج، نوع معين من البيرنج، هكتب هنا بيرنج عادي، ظهر لي البيرنجز معظم الانواع الستاندر. بدور مثلا على بول بيرنج خاص، هيفتح معاك بالمنظر ده. مثلا انا بدور على بول بيرنجز، دوست على بول بيرنج وبدور على المقاس، وليكن المقاس اللي هو 60 355 دوت، تمام. ما تقلقش احنا مش هنشتري حاجه، مجرد بس هندوس برودكت ديتيل. هيفتح معايا الصفحه ديت، انا هروح على 3D موديل اللي موجود على الموقع. هو حاطط لك لي الشوب دروينج، وكمان تقدر تحمله سوليد ووركس. احمل سوليد ووركس عادي 3D موديل ده، انا عندي كذا امتدادات، يعني مش سوليد ووركس بس، عندي امتداد سوليد ووركس والسات والبي دي اف واي جي اس وستيب وحتى التكنيكال دروينج، حاطط لك دي دبليو جي ودي دي اكس اف وبي دي اف، يعني على الاخر يعني مش محتاج اي حاجه. طيب حملنا البيرنج، هدوس اوكي، هبدا افتحه على السوليد ووركس. يبقى انا اخترت المقاس بتاعي المكتبه وحملته بسهوله. بارت اوبن سورس، ممكن اغير فيه زي ما انا عايز، بس انا مش هغير خلاص بقى، يعني انا جبت المقاس بتاعي، تمام. فالموقع ده قوي جدا وتقدر تحمل منه اي ستاندر انت عايزه. تعال نجرب نحمل حاجه تانية، وليكن هنا هكتب سبرينج مثلا، هيفتح لك كل انواع السبرينجز اللي انت ممكن تقابلها في عالم الميكانيكا. وليكن مثلا هاخد السبرينج بلانجرز وانزل السبرينج اللونج نوز، اختار المقاس اللي انا عايزه، هقول له برودكت ديتيل. مجرد بس ادوس على الصوره هيفتح معاك ال 3D موديل. يعني ادوس بس كده على الصوره او الكلمه اللي فوق الصوره، هتلاقي هنا ايه ال 3D موديلنج اهو، ممكن تحمله. هنعمل سيف وننزل الموديل ده كمان كده. نزلنا 3D بلانج او سبرينج بلانجر، بدل ما تقعد ترسمه، يعني هو ستاندر، المقاسات بتاعته ستاندر. طبعا الموضوع قوي جدا. طيب خليك معايا عشان هنتعرف على موقع تاني من مواقع تحميل المودلز مجانا. هنتكلم دلوقتي عن تاني موقع وهو 3D Content Central، الموقع الخاص بسوليد ووركس او شركة داسو سيستم، الشركة المالكة لسوليد ووركس وكاتية وأباكس وغيره. نبدأ نخش كده على طول ونشوف المميزات الموجودة في الموقع ده. أول حاجة لما تفتح الموقع دوت 3D Content Central لازم تكون عامل ساين إن أو ساين أب، تكون مسجل الأول. التسجيل سهل جدا عن طريق الإيميل، يعني موضوع بسيط. نشوف أول استفادة ممكن نستفيدها من الموقع ده، وهي إن أنت ممكن تعمل أبلود لملف سوليد ووركس فيرجن قديم او فيرجن جديد وتحفظه بفيرجن قديم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا عندي دلوقتي سوليد ووركس 2020 وعايز ابعت لبشمهندس احمد الملف ده بسوليد ووركس 2018 او 17، اعمل الكلام ده ازاي؟ اخش هنا على ابلود زي ما قلنا،
كده اسلكت الفايل بتاعي وليكن الملف ده معمول على 2020، مجرد بس اكتب اسم الملف، ممكن نقول توتوريال، تمام. نختار الكاتيجوري بتاعك وليكن ستراكشر. عايز تكتب بقى ديسكريبشن اكتب، عايز تسيبها كده مفيش مشكله. هنعمل ابلود. بعد ما عملت ابلود بتخش على ماي داشبورد، هتلاقيها هنا اهي خط صغير شويه. استنى ثواني على ما الملف بتاعك اللي انت حمل رفعته يكون نزل، فاعمل ريفرش بس. هو كده الملف نزل اهوت، اللي احنا سميناه توتوريال، مجرد بس تدوس عليه. هو الملف كان معمول ب 2020 سوليد ووركس 2020، هنا ممكن احفظه سوليد ووركس 2017 مثلا، 18 19 زي ما انا عايز، احفظه ب 17 واعمل له داونلود. ادوس هنا هيبدا ينزل معاك عادي. يبقى اول استفاده هي ان انت تقدر تحول الفيرجن القديم، الفيرجن الجديد لفيرجن قديم. الاستفاده الثانيه ان انت لو بتدور على حاجه ستاندر، تعال ندور مثلا على يعني على شاسيهات بلاستيك شركه مثلا وليكن بي سي اس او شركه دي ام اي اللي انت عايزه. تعال نشوف بي سي اس مثلا، هعمل سيرش، هتلاقي الاكسسوار دي شركه بتقدم شاسيهات واكسسوار، مثلا شاسيه زي ده او اسطمبه كامله، مجرد بس هعمل فيها الانسيرت للكور كافيتي بتاعتي. ثواني بس على ما اتحمل، هاي الاسطمبه الكامله، مجرد بس هتحط فيها الانسيرتات بتاعتك والاجكتورز وتفتح بقى التبريد. تقدر تعمل داونلود باي فيرجن انت عايزه، وليكن مثلا 17، تمام. وتقدر تعمل كاستمايز، عندك بقى مقاسات كتير للاسطمبة بتاعتك على حسب المنتج اللي انت عامله. دي شركة بي سي اس، في شركات تانية يعني مليان بقى الموقع ده تحفة، يعني مليان حاجات كتير، وفي كتالوج خاص بالسبلايرز ممكن تحمله وتنزل اللي انت عايزه. اي بقى اجزاء كهرباء، اجزاء ميكانيكية، موقع قوي جدا. طيب ما خليك معايا بقى عشان هنشوف المعلم بتاع المواقع كلها. الموقع ده رقم 3 وهو اقوى واشهر مواقع جراب كات، ويعني جراب كات ده بدا في 2009 عن طريق 2 مهندسين اسمهم هاردي واندريك. جات لهم فكره ان هم يحاولوا يربطوا المهندسين مع بعض من خلال موقع واحد يكون عليه مودلز وبعض الانشطه والتفاعلات. الموقع ده برعاية جامعتين شهيرين جدا، جامعة كامبريدج وجامعة ماتشيسيسوس. هنبدأ دلوقتي نشوف ونستعرض أهم المميزات الموجودة في الموقع ده. أنا دخلت على الموقع، الموقع اسمه جراب كات. تبدأ تسجل عليه عادي، ممكن تسجل بالأكاونت بتاعك بتاع الفيسبوك، الموضوع بسيط زي ما في سوشيال نتورك خاصة بالناس كلها. لا، احنا عملنا سوشيال نتورك خاصة بالمهندسين، مهندسين الميكانيكا ومهندسين المهتمين بالموديلنج عموما او المهتمين بالصناعه والموديلنج. الموقع بتاعنا عليه انشطه كتير. اول حاجه واقوى حاجه اللايبرري، لو انا دخلت على اللايبرري كده ممكن ادور على اي حاجه انا عايزها. يعني مثلا لو بدور على موديل اف 16 مثلا، طياره اف 16، اكتب هنا اللي انت عايزه هتلاقيه. تبدا تخش مثلا زي ده، ابدا اعمل داونلود. عايز تشكر الراجل اللي عمل الموديل، اشكره، تمام. هتلاقي بقى ايه بكذا امتداد، ممكن ده هنا حاطه STL، ممكن وانا بس بسيرش اقول له لا انا عايز سيرش على سوليد ووركس بس مثلا، فالملفات اللي تطلع لي تبقى معموله بسوليد ووركس، كل ده معمول بسوليد ووركس. يعني ده عامل مركبه مثلا فدخلنا عليها، هيحملها بسوليد ووركس وممكن تتعلم منها، تتعلم منها بالعكس. طيب يبقى دي من اهم المميزات الموجوده على البرنامج اللايبرري. تعال نشوف ايه تاني اللي موجود. الانجينيرنج، الانجينيرز دي تقدر تعمل صداقات مع بعض الاشخاص، يعني ده رقم واحد على موقع المهمات. في ترينتي، ده يعني اعتقد ان هو يعني دكتور في جامعه البرازيل، يعني الناس هنا فريندلي جدا، ممكن تتعاملوا معاك في اي حاجه واقفه قدامك. دول اعلى سكور في الشهر ده، ممكن تشوف اول تايم. تعال نشوف اعلى ناس موجوده في مصر مثلا.
يعني الهاب اللي موجود في رقم 3. الموضوع بيبقى فيه مميزات شوية، ان هو اي حد بيحمل موديل من عندك بتاخد سكور، بيبقى ليك سكور وليك بادجز. البادجز دي بتبقى يعني مجرد تحفيز، في جروبات ممكن تشترك عليها تستفيد وتفيد الناس، في نشاطات كتيرة جدا ممكن تضيف هنا كويتشنز اللي انت عندك في مشكلة معينة، اضيف المشكلة اكتب ask question وهتلاقي الناس بترد عليك. في حاجة اسمها الورك بنش، الورك بنش دي نظام كلاود، يعني ببساطة كده ممكن تعمل مشروع وتخلي ناس من زمايلك تعدل في المشروع ده على مستوى العالم كله وتتشارك في الملفات الموجودة على العالم. الموقع قوي جدا وعليه نشاطات كتير، يعني لو دخلنا على الكوميونتي بيبقى فيه تشالنجز دي بيبقى فيها مسابقات وبتبقى فلوس كمان، يعني ممكن تكسب فيها جوائز. يعني مثلا لو شفنا تشالنج زي ده البرايزز او الجوائز هتلاقي $3,500، يعني هو حاطط بقى السبيسيفيكيشن بتاعت الايه المطلوب، ممكن تشترك في المشاريع دي. طيب احنا كده استعرضنا كل يعني معظم النقط الموجودة في السايت، انت بقى استكشف الباقي. احط لكم بعض المواقع المهمة برضو تقدر تحمل منها 3D Modeling فري. احنا استعرضنا اكتر 3 مواقع، لكن في مواقع كتير هحطها لكم في الديسكريبشن بتاع الفيديو. اتمنى ان يكون الفيديو مفيد، وباذن الله نتقابل فيديوهات اخرى. كان معاكم مهندس علي نصر، تحياتي.